كيف حالكم؟ والله شفنا لكم. هاي الاساتذه يعني مهتمين بامتحانكم ان شاء الله، راح نبلش فيه كمان شوي، بس اليوم بناخذ بس قران كريم وحديث. شوف طيب، مع القران الكريم والطالب عمر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.